صباح الخير. صباح الخير سيدي، مرحبا بكم مع أرارات للسياحة، كيف يمكننا مساعدتكم؟ أحتاج لمساعدتكم في تخطيط لقضاء إجازتي في أرمينيا. نعم بالتأكيد ممكن، لكن في البداية أحتاج إلى بعض المعلومات. كم يوم ترغب أن تقضيها في أرمينيا؟ ومتى؟ هل ستكون وحدك أم معك مجموعة؟ ممكن أن تقترح لي برنامج سياحي متكامل حوالي أسبوع واحد، وفي الشهر القادم أريد أن أخطط لعائلتي، أنا وزوجتي مع أطفالي الثلاثة. جيد جدا، أي نوع من الأماكن تفضل زيارتها؟ نحن نرغب بزيارة الأماكن الباردة. السنة الماضية زرت منطقة التزلج مع أصدقائي واستمتعنا كثيرا، والآن أرغب أن أزورها مع عائلتي والأطفال، لأن زوجتي والأطفال يرغبون اللعب في الثلوج. لكن للأسف الشديد موسم التزلج على وشك النهاية، لكن بالإمكان من زيارة مناطق أخرى للاستمتاع بالثلوج. في برنامجك توجد أماكن جميلة وممكن أن تستمتع بالثلوج، شاهد هذه الصور لتتعرف على الأماكن الجميلة التي ستزورها. أنا أرغب بزيارة هذه المنطقة لأنها تبدو رائعة ومدهشة. نعم إنها جبال أراكاس، أعلى جبال جمهورية أرمينيا، جميلة جدا وواحدة من أماكن الجذب السياحي، وهناك بالإمكان الاستمتاع بالثلوج. قممها بركانية لكنها خامدة. هناك بالإمكان الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وتوجد بحيرة على إحدى قممها بالإمكان زيارتها. هل هناك أماكن أخرى بالأمكان زيارتها على الطريق؟ بالتأكيد نعم، ممكن زيارة نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية التي نحتت على الصخور. وهل بالأمكان من زيارة أحدى بحيرات أرمينيا؟ سأقول لك بكل تأكيد، ستزور بحيرة سيفان التي هي أكبر بحيرات أرمينيا. وهل هناك أي نوع من النشاطات المائية؟ بلا شك نعم، هناك بالأمكان استئجار قارب ولبحار في البحيرة، وبالإمكان أيضاً استئجار الزوارق البخارية ذات السرعات العالية وغيرها من النشاطات الأخرى. هل بالإمكان صيد الأسماك في بحيرة سيفان؟ للأسف لا، صيد الأسماك غير مسموح. هل ستكون مزدحمة خلال فترة زيارتنا؟ بحيرة سيفان تكون مزدحمة في فصل الصيف. بصراحة زوجتي لا تحب الأماكن المزدحمة. إذن الآن هو أفضل موسم لكم لزيارة بحيرة سيفان، لأن في فصل الربيع لم تكن مزدحمة كالصيف، وبإمكانكم الابتعاد عن ضجيج المدينة والاسترخاء بأجواء البحيرة الرائعة، وهناك منازل جميلة جداً على ضفاف البحيرة بالإمكان استئجارها للإقامة فيها ليلة أو ليلتان. هذا يبدو رائعاً، هل أنت متأكدة من أن أسبوع واحد يكفي للاستمتاع به في أرمينيا؟ لا تقلق حول ذلك، سننظم لك برنامج ممتع بحيث تتمكن من زيارة الكثير من الأماكن السياحية، لأن أرارات للسياحة تعمل جاهداً لأرضاء زبائنها. أنا سعيد جداً لأنني تعرفت عليكم. بإمكانك أن تبحث على اليوتيوب، هناك تقارير كثيرة نشرناها حول السياحة في جمهورية أرمينيا. كل ما يتطلب منك هو أن تكتب في خانة البحث في اليوتيوب أرارات للسياحة، ستظهر لك العشرات من الفيديوهات التابعة لنا. أنا مسبقاً تابعت معظم ما نشرته أرارات للسياحة على اليوتيوب، ومن هناك تمكنت من الحصول على رقم هاتفكم. وهل سترتب لنا فيزا لدخول أرمينيا؟ لا، نحن لا علاقة لنا بالفيزا ولا بتذاكر الطائرة. حسناً، إذن أرجو أن تكملوا لي برنامج السياحي وتحسب لنا الكلفة الإجمالية. زوجتي يجب أن تطلع عليها. أنا متأكدة بأنها ستعجب بالبرنامج السياحي. سأتواصل معكم خلال يوم أو يومان لتأكيد الحجوزات. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.